الرصاصة أيوة الكلى وفي عوالم خير أيوة تحيلكوا أجدع ليلاقي المغربين بالوقت والرقصات الكلى وفي عوالم خفة تحيلكوا أجدع ليلاقي تدخل من باب الشقة تمدح في أصل العيلة وتقول عالقرد غزل شارد وتنم خفيف ويكون بارد غزل شارد وتنم خفيف ويكون بارد يا فتاح يا فتاح يا فتاح من غير مفتاح يلا الحمد لله الغارة خلصت الحمد لله الغارة خلصت الحمد لله الغارة خلصت الحمد لله الحمد لله الغارة خلصت الحمد لله الغارة خلصت الحمد لله الحمد لله الغارة خلصت الحمد لله الغارة خلصت الحمد لله الغارة خلصت الحمد لله الغارة خلصت الحمد لله الغارة رجعت الحمد لله الغارة رجعت يا اخوانا الرنة التانية دي مش رنة الغارة امال دي رنة ايه رنة موبايلي موبايلك احنا ايام الانجليز زمان مفيش موبايلات طب ما قلتش ليه كده واحنا داخلين لا فوق انت احنا ايام زمان يعني الانجليز انا احترت لا ما تحترش الانجليز مخربلنا ضرب ولازم نشوف حل انا عندي الحل ايه احنا عايزين زعيم يقف ضد الانجليز احنا لازم نجيب مصطفى كامل يحمسنا بكلماته وبحاجاته صح يحمسنا بحاجاته انت صح 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 محدش يراجع وراك صح يبقى عايزين مصطفى كامل صح يا الله. مصطفى كامل اهو مصطفى كامل اهو مصطفى كامل اهو مصطفى كامل اهو يلا يا مصطفى كامل قول لنا كلام يحمسنا قشطه يابا قشطه قشطه يا عمي قشطه كله كده قشطه ولا كده قشطه شفت مصطفى كامل شفت كلماته ولا ألحانه أنا متأثر قوي بمصطفى كامل جوايا مصطفى كامل ده. متأثر بيه ده جيش تغنى ومشي يخرب بيت أمي دي عيشة احمد ربنا على عيشة متضايق شد الفيشة احمد ربنا على عيشة متضايق شد الفيشة ايه ده ده بطل لو انت كده في الأوضة ايوه تبقى ليلتك سودة لو انت كده في الأوضة تبقى ليلتك ايه تبقى ليلتك سودة كفاية اهتاف شفت مصطفى كامل مقصر فينا ازاي معشش جوه قلوبنا يا لهوي انا دلوقتي بدوس على كل شيء بينا ادمر كل شيء بينا ادوس على قلب الول توحشني سيبكوا تخلصوا الالبوم بجد والله امشي يا ابني معشش في قلوبنا الراجل ده اصلا اسطوره ايوه ده اصلا ما بيغنيش من الحنجره امال ازاي ده بزرار حد ماسكه من هنا كل شويه انا دلوقتي بدوس على كل
والله حد لعب في الفوليوم بتاعه بس اموت واعرف مين. انا اموت واعرف احنا هنعمل ايه دلوقتي. مصطفى كامل ما نفعناش، هنعمل ايه؟ يبقى عايزين حد تاني اقوى من مصطفى كامل هو اللي يقدر يقضي على الانجليز ما دام ان احنا مش قادرين عليهم نجيب سعد زغلول. نجيب سعد زغلول هو اللي يقدر يقضي على الانجليز يا رفعت باشا. صح يا حناوه افندي. صح، احنا نجيب سعد باشا زغلول. يلا سعد سعد يحيى سعد. سعد سعد يحيى سعد. سعد سعد يحيى سعد. سعد سعد يحيى سعد. يلا يا سعد يا زغلول قول لنا كلام يحمسنا. العنب 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 احمر احمر اخضر اخضر. سعد زغلول سعد زغلول سعد زغلول سعد زغلول. قول له كده قول له كده قول له كده. ايه ده؟ انا بوسع له كل مره وعارفه هيجري. يقول لي كله كده زي الحمار باجي كده. شفت سعد زغلول؟ شفت كلماته ولا كلباته؟ يا ده مؤثر فيا قوي سعد زغلول ده. كان عايز يخش بدينا هنا. ده مش سعد زغلول ولا مصطفى كامل، ده الواد ناصح النصاب اللي شغال مع الانجليزي. يخش يشتغلنا ويجري. طب ما قلتش ليه كده من الاول؟ بحب اغانيه. تسيبنا نقعد؟ انت كل شويه تقول لي حاجات متاخر يا رفعت. ما نعمل ايه يا عم؟ اسمع مني انا، اولا ما اسميش رفعت تمام. ركز. انتوا بتغيروا اساميكم ليه؟ انت اللي الحمد لله. ركز معانا خمس دقايق بس. ماشي وهسيبك تروح. ماشي. بص بقى، ايوه احنا نشتغل زي ما بيشتغلنا. صح. نعمل ايه؟ نتنكر ونقعد نعلم عليه. بس انا خايف صاحب الكباريه يجي يقبض علينا. يا عم صاحب الكباريه مات في الغاره. مات في الغاره؟ اه. يعني الكباريه دلوقتي ما بقاش ليه صاحب؟ ملوش. طب امسكه انا. مش هتعرف. ما اعرفش ليه. اصله كان خواجه. طب ما انا خواجه. هتعرف تعمل خواجه؟ ده انا عيلتي كلها خواجات. ايه يا مفيش حاجه، دي عيلتك وانت ادرى بيها، هم اجانب. ولا عيلتي. انت قصدك ان عيلتك اجانب؟ انا فاهمك. كلهم اجانب في ايه؟ خلاص انا مريحك. اهدى. احنا نقتل بديعه صاحبه الكازينو ده ونسميه كازينو المرحومه. صح. ونمسك احنا الكازينو وانا هشتغل معاك هنا فيه. بس ما نقتلش بديعه على طول. ماشي. نشوفها الاول. اه. نقتلها في الاخر. خلاص قشطه. يلا خلاص. هل يلا. يلا. يلا يا مسهل. انت جاهز؟ انا جاهز. يلا. يلا. يلبس. ايوه انا بجهز اهو. جاهزه يا حاجه؟ جاهزه يا ابني، جاك صاروخ في معاميعك. خش يا حاجه واتفاجئ. يا رب رزقنا في الكوبوريه اللي احنا بنعمله ده. وانا كل ما اتنكر اعمل سوداني. تعال يا خواجه. اهو اهو. بص لقيت الخواجه ميت، خدت لبسه وجيت. خواجه انت ساحر كده. انت هتقرفنا ليه يا عم؟ والله ساحر. وانا كل ما اعمل حاجه هتقعد تقرفني. طب وريني خد دي بقى وهوريك الخواجه. هي دي اللي هتخليك خواجه؟ بس اظبطها بس. اما نشوف. يلا. تعالى يا عم شبلي. تحت بس. تحت عشان ما نموتش. ماشي. بس اهو كده بقيت خواجه يعني؟ انت يا خماره. انت يا حبيبي. كفايه مدح. انت مش عارف ان انا مش هحب اقعد مع خدي غيرك؟ انا خدي يا راجل يا شفايف. يا خراشي عليكي، انتي سوداني بتضحكني موت. ولما تعرفني هتهبني اكتر، اصل انا من النوع السوداني المقرمش. انتي ليكي اخوات يا سوداني؟ اخويا بيحبك موت كاشا فندي. والصغير لب سوري. اهو ده اللب السوري ده متغرب وسطيكم. اكل العيش. وليك اخوات فزدو عامل ايه؟ زي اللوز. انا مش عارف اسكتك. انا عارف انت انت لازم تيجي تزورنا في المقله اللي احنا عمالين نقلش فيها دي. الله. والله لازم. ده انتوا عائله مسليه واحسن من الفشار 100 مره يا سوداني يا عسل. انت ليه تقول حبيبي وليه ما عندكوش حرف الهاء؟
ايه خبيبي في ايه؟ فين حرف الها؟ ما عندناش خبيبي، احنا خبيبي كله خبيبي. قول لي الحروف عندك كله خبيبي. اقول لك الحروف؟ ها؟ اسمع، الف ب ت س ج خ خ د ز ر ز س ش ص د. انت كنت في حضانه ايه؟ الرخمه. انت عايز مني ايه دلوقتي يا خواجة؟ انا عايزك تشغل لي موسيقى اللي انا احبها يا حبيبي. اللي ايه؟ اللي انا احبها. موسيقى ماشي. اللي اني اموت فيها يا ايه ايه اللي ايه؟ اللي اني انت لخبطته. خليتني اقول اني. اني ايه؟ انت خواجة من الشرقية، ما تعمل. بس. خمس دقايق ركز. يا ابني يا ابني انا عامل خواجة. عامل خواجة، ما تقعدش تضغط عليا في الكلام. خلاص. مش انا مش دوري. بص النوبي سأل. هتقرفني ليه؟ ما تك... بص النوبي، بص ماله؟ تهب اشغل لك اغاني ايه؟ عبد الهمولي ولا عبد الهليم حافظ؟ عبد المجيد عبد الله والنبي. شغلوا له منين عبد المجيد ده؟ بيقول اي كلام. اماكن الضيعه يا انصاف. انصاف يا بنتي يا انصاف. ايوه يا بنتي يا مفاتن، انا جايه اهو. انت كنت فين يا بنت؟ كنت عند قبلتي جوه يا بنت. كنت بتعملي ايه يا بنت؟ يا بنت كنت بظبطها عشان تظبطنا في الشغل كده. اسكتي يا بنت يا انصاف، دي الغره النهارده كانت جامده قوي. اسكتي بقى ما تفكرنيش، ده هي تاخدهم كلهم يا اختي كده شطه واحده ونخلص منهم. ياخدهم كلهم انما هتلر لا، ده هتلر ده قلبي وروحي وحشايه. يا لهوي عليه وعلى شنبه. ما تهمدي شويه يا بنت، يعني اللي جابت هتلر ده يا اختي ما جابتش غيره ولا ايه؟ يا اختي بقى جابت ولا ما جابتش؟ هو هتلر وبعد. طب بس بقى وسيبك من المنايل على عينه ده، وتعالي يا اختي دوري على المنايل على عينه التاني. مين؟ اللي هو العمده راح فين يا بنت؟ ده من ساعه الغره ما قامت والنور طفى مش باين له حس ولا خبر. ازيكم يا عاهرات؟ عاملين ايه؟ ياللي لحم اكتفنا من خيركم. ياللي من غيركم نقفل الكباريه ده خالص، محدش هيجي. عاملين ايه؟ اهلا يا خواجه. ازيك يا حبيبتي؟ اهلا بيك انت. ازيك يا اصناف؟ اخبارك ايه؟ تمام. ده اسمك ولا اسم حد تاني؟ اسمي والله يا خواجه. وازيك يا مفاتن؟ ازيك يا كاريوكي، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كويسه يا اخويا الحمد لله. انت شغاله ايه عندنا هنا يا حبيبتي؟ فتات ليه؟ طب دي شغلانه خرام. شغلانه خرام، اشتغلي شغلانه خلال تكسبي منها عيالك لسه صغننين. ليه يا حبيبتي الشغلانه دي؟ توبي. ازاي بس ازاي؟ انت هتعملي لي زي صباح المغنيه، كل ما اقول لها توبي تقول بيقولوا لي توبي. ازاي بس ازاي؟ هي نيتها من جوه مش عايزه، هي مش حابه توب. هي من صغرها تقول لك من صغرنا واحنا بنبني عشنا مع بقية، من وهي صغيره ضايعه. ليه تدمري مستقبلك؟ انت لسه صغننه يا حبيبتي. طب اعمل ايه طيب؟ توبي. لا مش هتوب. توبي. مش هتوب. هتوبي امتى؟ محدش هيقول لك توبي غيري في المكان ده. اسمعي الكلام يا حبيبتي، اسمعي. مش هتوب، مش هتوب بقى الله. طب بقول لك ايه يا خواجه؟ ايه يا حبيبتي؟ ما تيجي انت معايا النهارده ونتوب انا وانت بكره. انت تصدقي بالله؟ انت اتعلمي العفه. انا مش عارف جايبك ليه في الكباريه دي، غلطه مني. اتنيل امشي اما تشوف العمده مزنوق جوه في الحمام بقاله ساعه مش راضي يطلع. انت يا خماره. اوعى ايدك. ايه؟ انت عايزة ايه؟ ما تمسكنيش كده. تعالي يا خمارة بس كده. عايزة ايه؟ عايزة ايه انت اللي عايزة ايه؟ انت ما تعرفش انا مين؟ تاني اللي حاربت الانجليز في الحملة الانجليزية، وحاربت البريطانيين في الحملة البريطانية، وحاربت البيزنطيين في الحملة البيزنطينية، وحاربت الناموس في باب الشعرية. ايه ده؟ انت ايه اللي انت لابسه ده يا عمر؟ ده كارينا. الله يخرب بيت الانجليز والحاجات اللي بيجيبوها معاهم وهم جايين. هم الثلاث دول اللي قالوا لي، قالوا لي عايز تبقى عمدة مارينا البس كريمة. انت جاي، انت عمدة لعبة ولا ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ بقول لك
عمده. كل الزباين مش موجودين، ما فاضلش هنا في الكباري غير نحنا والاسطى بديع وسبع السباع يا عمده. مين يا بنت سبع السباع ده؟ انت خماره؟ انت خماره اكيد بيضحكوا عليكي. سبع السباع ده يعني بيعكسوكي عشان يسرقوكي في محصول القطن يا غبيه. والله؟ اه والله يا خبيب. يا بنت انا طب الله العظيم كلامك صح. ايوه يا خبيب هضحك عليك ليه؟ والله يبقى لهم حق، انا بايع القطن اصلا وجاي هنا عشان خاطر اقعد معاهم، تصدق بالله؟ لا اله الا الله يا خبيب. ست الناس مرات اللي في البيت شبهك بالظبط. طب هيضحكوا عليكي وهياخدوا منك محصول القطن، فهمت؟ يبقى لك الحلاوه لو عملوا كده. انت خماره، بقول لك هيضحكوا عليكي، انت مخك زنخ. طب انا قلت لك بقى انا اللي عايزهم يعملوا كده، انت مالك انت؟ ليه ده؟ انا طالع معاهم، عايز حاجه؟ ربنا يخليك. يلا يا عمده. يلا يلا. لو حد سال عليا اقول لهم بيغير زيت. يلا بقى. يلا بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ والله العظيم العمده ده شكله هيجيب البلد دي في داهيه. لا حول الله يا رب. انت يا ده عثمان، يا عثمان الحقني يا عثمان، انت فين؟ يا ده عثمان، يا ده عثمان. بس بس يهرب بيتك، يهرب بيتك. انت ساكت؟ انا هنا ما اسميش عثمان. امال اسمك ايه؟ اسمي جول اشقر. اشقر ده انت انهارك استغفر الله العظيم. ايه ده؟ ايه ايه؟ شوت شوت شوت. ايه مالك؟ ايه ده؟ ما توترناش. الاف بي اي بيجروا ورايا، والدبليو دبليو اي بيجروا ورايا، وجون سينا بيجري ورايا، وعمال يعمل لي كده اهو. طب وانت عملت ايه؟ عملت له كده اهو. فادي جيزه يا اسطى. ايه الدماغ دي؟ معقوله كان في بانجو ايام الانجليز؟ انت ايه الدماغ دي عاملها ازاي؟ بهدلوني يا عثمان وانا بهرب من الكامب الانجليزي. العساكر ولاد الكامب ضربوا عليا صاروخ. جه في قلبك؟ لا جه في كامب اليمين هنا. بص بقى، انا عايز اتوب يا عثمان، عايز اتوب وانضف وابني اسره. مش انا خطبت البت سماح؟ يا عم سماح دي مصر كلها ماشيه معاها. ما تكبرش الموضوع، هي مصر قد ايه يعني؟ اتفضل يا معلم اوراني، اتفضل. هو ده بقى الكازينو؟ اه. طيب فين بقى الراقصات والغواني والحاجات الحلوه دي؟ الراقصات بيجتهدوا جوه. اشحني ب 10 جنيه. يا نايب على لبسك حتى تشرب كونياك ولا بيره؟ يا نهار استغفر الله العظيم، كده هنروح النار. كونياك وبيره. امال تشرب ايه؟ هات كاس تكيلا. بس دي تبقى تكيلا عليك يا معلم. انا اسف اسف. بقول لك يا معلم، انت جبت لي سلاح ولا خش في المهم؟ رحت الكامب امبارح لقيت لك عرض نازل تحفه، تاخد 2 مسدس ساقي عليهم مسدس ميه هديه. انت رحت الكامب ولا رحت بيتزا كينج؟ ما قال لي 2 وتاخد عليهم 1. يا ابني انا توبت وبسرق عشانك انت. سرقتني ازاي؟ بص بقى شوف الخطه. خدت في ايدي بطيخه وانا داخل، اول ما دخلت فضيت كل الجواع، حطيت لب البطيخ في جيبي عشان تبقى فاضيه اشيل اللي انا عاوزه. تحط في البطيخه المسروقات؟ اه. يا ولعبان، بس دي يا دوب تشيل شويه رصاص. مين قال لك؟ ده انا مهرب فيها دبابه وكيس زبيب. دبابه جوه البطيخه وكيس زبيب؟ انت تقرب لواحد اسمه ابو العربي الفشار ده؟ اه ابويا. عرفتك. كمل كمل. ما قربتش طيارة جنب الدبابة؟ طيارة جوه البطيخة؟ ايه الاوفر ده؟ لا دي هربتها في جيب الكلسون اللي ورا. طب ما هربتش غواصات قبل كده؟ لا يا عم دي كبيرة عليا دي. ليه يا عم؟ تعالى وانا ما بعرفش اكذب. اقول لك يا سلام، تجيب فراولاية ما تاكلهاش، وتجيب تفاحية وموزاية ومانجاية تقطع كله شوب فخفخينة تقعد برينس. والغواصة؟ ما تفكر بقى تسرقها زي وانت بتشرب، مش عملت لك فخفخينة؟ انت بتهزر بقى. انا قاعد عملته عشانك. عملت ايه عشانك؟ عملت ايه عشانك؟ ما انا طالع بالبطيخه كشفوني ضربوا عليا نار. اسكت. لا ما سكتش. رحت ماسك البطيخه عاملها خوذه، طلعت الدبابه رميت لها اللب، هي تضرب وناكل في الزبيب، هي تضرب وناكل في الزبيب، هي تضرب وناكل في الزبيب. وعملت ايه؟ قلعت النضاره ال 3 دي واستمتعت بالفيلم. كده والله انت جاي تشتغلني يا معلم. ليه يا عم؟ انت جاي تجيب لي سلاح ولا جاي تقعد تحكي لي قصص خرافيه؟ بص بقى، ده انا جبت لك نقاوت الغالي. وري ايه ده؟ امسك. ايه ده؟ ايه انا امسك يا دودمت كده يا ياض؟ اه ده اللي هقتل بيه. لا ما تقتلنيش كده، اخش النار. ليه؟ جيبي مليان افيون لسه ما وزعتوش. يا عم انا ما بيعرفش يضرب نار. يا نهار استغفر الله العظيم. انت جاي تتوب هنا؟ انا مال انا ما بيعرفش يضرب نار، اعمل ايه؟ مش تقول يا عثمان،
بص انا ابعت لك واد خلاصه يجيب من الاخر تمام. يقعد هنا في وسط الزباين، عيونه خضرة، لونه ابيض شق اللفت، شعره اصفر تمام. تقول له كلمه السر يضرب. وايه كلمه السر؟ حكوره. اقول له حكوره يخلصني من خليل باشا على طول. هل بتى انت عايز تقتل خليل باشا ليه؟ خليل باشا ده كان معذبنا كلنا انا والعيله. انت فاكر ابويا ده كان اسود نوبي؟ امال كان اسود برباط؟ انت هتهزر على ابويا؟ لا ده انا واخد بخاطر ابويا. هو كان ابويا بيضاني، كل يوم يربطه في الشجره يقعد يدهنه شوكولاته، يدهنه شوكولاته ويقعد يلحس فيه هو واهل البلد. هو الراجل اللي كان بيضان شوكولاته ده ابوك؟ انت تعرفه؟ ما انا لحست معاهم. سامحني يا عثمان. الله يرحمك يا ماما جيرسي. ماتت؟ لا ساحت. ما سابتلكوش حاجه؟ سابت لنا الغلاف. معلش معلش، ما انجلكش في حاجه وحشه. صاحب واجب يا معلم. مش انا حضرت الدفنه بتاعت امك؟ طب كانت فين؟ كانت في مقابر الكيت كات. والله طول عمرك صاحب واجب يا معلم. حبيبي حبيبي يا عثمان. بقول لك ايه يا عثمان؟ ما تعرفش ميكانيكي قريب هنا؟ ليه العربيه باظت؟ لا الطياره الهليكوبتر بتاعتي المروحه بتاعتها عماله تزن، هشيلها. طب ودي هتطير ازاي؟ هتطير من الفرحه. يا معلم سي يو عثمان سي يو. انت انت سبتني بعد ما خرجت. انا مش عايز اكمل في الخواجه. ليه؟ والله ركز فيها، تعملوا سينما. والله العظيم طول ما انا جنبك ما امثل غير هنا. سينما ايه؟ اتنقل على عينك. انت ركز بس فيه. طب امال عايز تشتغل ايه؟ اشتغل مطرب بقى. ده منظر مطرب. انا والله مطرب. طب سمعني حاجه. اسمع دي. الله. سمعني حاجه تانيه في قوه دي. اسمع دي الجديده. لا دي عدت كوبليه كذا مره فعملت نوع من الرخامه. قصرها؟ قصرها. اسمع دي. ها ايه ده؟ انت كلمات اغانيك تحفه. انا مشكلتي ان انا بتعامل مع مؤلف اخرس، بس مش عايز اقول له عشان نفسيته. يعني انت جاي تعمل خير وتعرفني انا صح؟ اعمل ايه طيب؟ الراجل بيكتب كويس بس ما بيتكلم. انا عرفت انت بطلت غنى ليه. ليه؟ ما انت بتنزل البومات فاضيه، حد هيشتريها. لا 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 لا, لا ما ده انا الطرش كلهم بيحبوني. اقعد ساكت. مين طرش؟ مفيش اطرش ما بيسمعنيش. انت هتقرفنا. انت عايزني اعمل لك ايه دلوقتي؟ روح ولع اليافطه بتاعت الكباريه، الفرقه جايه اللي انا جايبها احسن فرقه في مصر. انا هولع في اليافطه وفي الكباريه عشان نخلص. اه والله ماشي. يلا طيب فرقه انا على حسابي، انا مش عايز اشتغل الشغلانه دي يا خالد. لا يا رب الفرقه تخش اللي انا جايبها يا رب. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. لما اقول لك تغني تغني، ما تعرفنيش من اول دلوقتي. ماشي لسه الفقرات جايه. اوكي ماشي يا حبيبي. اوكي حبيبي مش عيب تبقى طويل كده والدخ في الحه. نايل على عينك. مين انت؟ انت كمان؟ انا اسمي نوال. ده انت شارع عظيم عندنا في الدقي. وعلى كده بقى في اشارات؟ اصلا انا بعشق الانتظار قوي. انت بتعشقي السفاله، ابعدي عني. ومالها السفاله؟ مش احسن ما اعمل حاجه عادي يا اخويا؟ ايه ده؟ دي مغفله دي ولا ايه؟ تعالى يا عم صبيح. الباقي يخشوا. ادخل يا عم صبيح. انت عارف يا عارف يا حامد يا ابني؟ انا شفت الطيار اللي ضرب القنبله على الكازينو، لمحته بطرف عيني كده ابن الذين. ده تعرف ده يبقى مين؟ مين؟ ابن خالد هتلر مباشره. هتلر مين يا عم صبيح؟ الراجل اللي بيحط دبانه كبيره تحت مناخيره ده، عارفه؟ شفته بعينك؟ بعيني والله، بعيني يا حامد شفته. والله والله العظيم الراجل من كتر الكذب وحلفانه الكذب ربنا شفط نظره. يقول لك والله شفته وهو اساسا مش فاهم هو فين. على فكره ده مش اعمى. امال ده ايه؟ ده كفيف. كفيف؟ اقول لك بقى كفيف ازاي. ازاي؟ كنا في خناقه، حد اداله كف، من ساعتها بقى كفيف. او شت شت الحزام على وسط الخير ولاي في ده. يا حول الله، انا اللي بجيبه لنفسي. انا جاي فرقه تشلني بس. عادوا يلا. انا عايز فرخه يا جماعه في الكباريه. عايز فرخه. عايز فرخة؟ سعاده اغاني. اغني لك حاجه فيها فرخه. ايوه تعال يلا. بتعرف تغني انت؟ عيب عليك. حد يعني ماشي. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. ايه رايك؟
وحياة أمك غلنا حاجة بالنهار. يا ليل يا الساعة بقى الفجر هيدم بسبب. أنا لسه في أول الليل. غلنا حاجة بالصبح. حاضر. يلا. أديك في الأرض تفحر. وديك في السقف اتمحر. أديك من أجلك هذا. وديك وتقول لي لماذا. الله، انت عمال تقول لي اديك، انا مش قادر اديك. ده اللي اقعد طلباتك كتير انت. معلش. طلباتك كتير قوي. معلش اعذرني. طبل كويس بس انا عايز فرخه. كل اللي يا رب تموت فيا، ليه يا رب خلقتني اموت؟ ليه؟ ليه؟ ازيك يا بنت انصاف؟ الحمد لله على السلامة يا ناصح. الله يسلمك، العمدة جه ولا لسه؟ أي نار عليك كده يا اخويا، وكل شوية بيسأل عليك. طب بقول لك ايه؟ قول. اسبقيني على المخزن عشان اجي اوريك الساعة وهي بتنور في الضلمة. عينيا. طب وانا يا ناصح مش هتوريني الساعة اللي بتنور في الضلمة؟ يا بنت انا بخاف من الضلمة اصلا. اقعدي. فين يا جدعان صاحب الكباريه ده؟ تعالى يا حبيبي، تعالى يا ناصح يا نصاب. انت مين؟ انا مين؟ انا الخواجة صاحب الكباريه. الخواجة مين؟ انت اسمك ايه؟ الخواجة كاريوكي. كاريوكي؟ اه. طب سمعني حاجة. لا كاريوكي موسيقى فاضية ما فيهاش حاجة. سمعك ايه؟ طب انا بقى ناصح. ناصح ايه؟ ما تعملش ناصح عليا. لا يا حبيبي، لو انت ناصح فعلا بحق اثبت لي. اثبت لك؟ مين بطل الدوري؟ الاهلي. ده في المستقبل، احنا زمان الزمالك بطل الدوري. يا عيني. يا عيني عليك. اهو. طيب بتروح الاستاد؟ بروح الاستاد كتير جدا. وبتقعد مع الجمهور؟ طبعا. طب غني لنا حاجه. اسمعك حاجه من الاستاد؟ يلا. والنبي يا حاج والنبي. يلا يا فرق. امتى الزمالك يكسب يا جميل؟ واعود معاك في الدال دايمين. امتى الزمالك يكسب يا جميل؟ واعود معاك في الدال دايمين. لا حبيبي يا ابني، انت شايل الهم وجاي تركبوني؟ انا مالي الزمالك يكسب ولا ما يكسبش، انا عايز فرخه في الكباريه. خلاص يا عم صب لي كاس. كاس مصر ولا السوبر؟ لا صب لي الدوري. لا للاسف انا الدوري ما بصبهوش غير لاهلاويه. على فكره بقى الزمالك قادم. ايه؟ الزمالك قادم. الزمالك ايه؟ والله العظيم الزمالك قادم. قادم من ايه؟ من هنا. طب ابعد بقى لا يدوسوا علينا. ابعد بسرعه هيرخم. وانت يا بنت عامله ايه مع هتلر؟ يا لهوي ما تفكرنيش، هو في زي هتلر وجمال هتلر؟ تخدوده حمر وشعره صفر وعيونه خضر. ما تدوق لنا حاجه يا قشمون. يلا يا فرقه. عيون حبيبي خضر وخضر مرمر، وخدود حبيبي حبيبي حمر وحمر مرمر. عيون حبيبي خضر وخضر مرمر، وخدود حبيبي حبيبي حمر وحمر مرمر. وشعر حبيبي صفر وصفر فر 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 يا اخويا فر 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 يا اخويا يا اخويا فر فر. ساعة ما اشوفه فايت عليا اقول يا ريتني اقف رجله رجله. ولما ايده تلمس ايديا سكينة حامية تذبح لعجله رجله. نهار ما اشوفه تعبان قرصني رقاب نجمة. نهار ما اشوفه تعبان قرصني رقاب نجمة.
مظهر ما شفته تعبان قرصني رقدني جمعة مظهر ما شفته تعبان قرصني رقدني جمعة مصر في بختي الاسود يا اختي أيوة. بس اعمل ايه الله سهلتني سرته سرته والقلب مرته مرته احي علي 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 يعني ايه انا ما ادخلش الكباريه والله يا معلم دي تعليمات الست بديعه انا اهو درش البحر اهو اخش اي كباريه خلقه ربنا حاضر يا معلم حاضر خد يا خد يا معلم حرام عليك انا معلم امشي يلا من وش يخفى من قدامي دلوقتي المفروض يا حبيبي جل على دماغك محدش بيرد عليا ليه يا هيردوا يا معلم هيردوا مساء الطين يا معلم بيردوا بيردوا انت ما بتفهمش يالا والله ما انا دي هي اللي قالت لي ما دخلتش هي يعني ست صح ينفع ست تمشي كلامها على راجل لا ما ينفعش طب امال ايه ما اعرفش والله ايه يعني انت نور وبتفهم اهو انا اسف افهم بقى قصدي ايه خلص. عشان بعد كده ما مديش ايدي عليك ايه يا معلم ما انا بقول لك انا فاهم خلاص والله فاهم ايه فاهم انا مش بعد كده تيجي ادخلك والست تولع ست انت فاهم ان انا عايز اساعدك صح خلاص خلاص والله مفيش ستات بقى تمشي كلام على رجاله صح احنا رجاله ومستوعبين صح مفيش الكلام ده عندنا صح ده بجد والله لا احنا رجاله لا انت وحشني بس مش كده يعني اسمع بقى مني يا معلم هم هيردوا عليك خليك مكانك في ايه مالك خايف ليه يلا افهم يا فاهم والله فاهم فين الزباين هو محدش بيرد عليا ليه يا انا بخاف لما اقف في مكان واسال ومحدش يجاوب فين الزباين هو انت كنت سالت قلت ايه يا معلم ايه بسم الله الرحمن الرحيم السؤال كان ايه السؤال كان لا إيه؟ خمس دقايق والم الورق بسرعه والنبي انا جاوبت كل الملغي مش فاهم الباقي والله بسم الله الرحمن الرحيم فين الزباين اللي انت كنت بتسال الزباين فين يا معلم ايه يا ابني اللي انت جايبه لنا ده انت بتخوفني هي قصدها تقول لك كنت بتسال الزباين في ايه يا معلم يا سمارة انت يا ولا يا مجننة يا اللي بتسمع الكلام من اول مرة انت اتفرجت على فيلم السبع الاف في ايه يا معلم اهدى كده اهدى مالكش دعوة انا ربنا عطيني الصحة الحمد لله مش عارف اسيطر على نفسي خالص فين يالا العمدة يالا الهفق ده المفروض هنقلبه فين ايوه فين هو فين الهفق ده اللي هناخد فلوسه كلها فيس فيس فين يعني هو فيس 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 انا مش قلت ما تسيبوش الراديو مفتوح انتوا متخلفين فيس فيس انا اهو انت اهو ايه انا العمده بس يلا عيب يلا اللي انت فيه يا عم والله انا العمده بس عيب خش اقعد مع اللي متسنك يلا اقعد مع اخواتك يلا يا سيدي من ثلاثة والله العظيم انا العمدة ولا عيب ايه انا مش بكتب عليك انا بقول الحق انا العمدة انا العمدة سوستة انت العمدة سوستة ايوه انت اخرك عمدة في المزرعة السعيدة والله العظيم عمدة تطلع كده والامير مش عارف ايه يدينا 10,000 درهم هدية انت خدت بالك شد حاجة من الجو بس انا عارف بقى الارياف في شغلها يعني ما تقلقش ايه الدليل يا ان انت العمده الدليل ان انا العمده ادخل على جوجل واكتب www.العمدهسوسته.com هطلع لك انا على طول متصور انا وحبيبه قلب صوره كده مراتك لا الجاموسه اهو ده اربعه منه في الجنينه لا ضفادع ولا ناموس ولا الحاجات دي خالص هو او قرص الريد الاثنين قد بعض على فكره او انا عايز اعرف بس هم فصلوا بدله عيد للعمده
زي بدلة الضابط كده. ايه ده؟ عايز ايه يا؟ انا مش عايز حاجه. انت اللي جاي يا عم عملت جر في شكل. انا كلمتك. انت مش جاي تسهر في الكباريه وتسلب فلوسك؟ ايوه فلوسي بقى. ما انا اعطيتها لناصح يحطها في البوسطه. اعطيتها لناصح؟ والله العظيم من ساعه ما جيت ناصح ده ارجل عيل موجود هنا. اه ما هو ارجل عيل صح. والله كبرت يا ناصح عيل وبقيت تعمل عمليات من ورايا. والله لما تيجي عيل. طب بتقول لي مين عيل يا عاد؟ بقول لك انت على نفسك. ولا عايزين انا المعلم. ماشي والله يا جه جه وش الخير والسعد والنور والهنا. كنت فين يا عسل انت يا امور انت يا جميل انت. خد بالك عشان شد حاجه من الجنب. انا شفته بقى والله المره دي شفته. والله انا بكلمه من هنا يعني هو بيتكلم وانا واقف له كده. استنى. ازيك يا حمار؟ الحمد لله كله تمام. اخبار الجحش ايه؟ كنت لسه بشرب برسيم جوه دلوقتي. طيب يروح يلعب مع الفتيات عقبال ما اجيلك. حنية يلا. حنية بالراحة بقى عليا. ما تشتمنيش تاني. ما اشتمكش تاني؟ ايوه. عاملك زي ابني. اه لا انت بتقسى عليا يا ولا. يا نونو روح. يو زوزو بس يا ولا. سف على عمه. كده كخ يا حبيبي كده كيف. بقول لك ايه؟ معاك فلوس؟ معايا. تلعب؟ العب. تعال يا حماده. بص يا عم ادي 10 و9 و8 تمام؟ انت كسر. استنى ادي 10 و9 و8 تمام. طلع الواد. الواد اهو. غلط. معاك فلوس؟ معايا. تلعب؟ العب. ادي 10 و9 و8 طلع البت. البت اهي. عجبتني. تلعب؟ العب. معاك فلوس؟ معايا. يلا اهو ادي 10 و9 و8. اه فين التسعة؟ تعبيط يا ابني. ما هي هي دي التسعة. هي دي التسعة. والله اول مره اشوفها والله العظيم. فين يلا الفلوس بتاعتي؟ اه هات يا عم الفلوس بقى. ما تضايقنيش. مالك في ايه يا عم؟ انا متضايق لسه جاي من عند الدجال. قال لك ايه يعني الدجال ده؟ قال لي كل اللي هيحصل في المستقبل. يا عم ما تصدقهمش دول بيخرفوا. بيخرفوا ايه؟ عارف فيروز؟ عارفها البنت العيله اللي بتغني؟ بنت العيله اللي بتغني. انت عايز ايه في المستقبل؟ هتبقى ايه؟ ايه كنزات بالفواكه النسويه ولا ناس ب 3 جنيه. 3 جنيه وانا اجيب طنبيل يا عم؟ انت مجنون يا عم. عارف صباح؟ عارفها البنت الشحروره اللي بتغني. انت عارف دي هتعيش لحد مين؟ مين؟ ابراهيم كمال. مين ابراهيم كمال؟ ده اللي بعد السيسي. مين السيسي؟ يخرب بيتك. ايوه صح صح. ما تحطيناش في داهيه. خلاص يا روما. يا روما. المهم إيه؟ ركز معايا عشان العصابه هتجن هنا وتسلمنا البضاعه. وهيعرفونا ازاي؟ مش مهم. انا اتفقت معاهم على كلمه سر. ايه؟ حكوره. حكوره؟ اه. حلوه وجميله وجديده وبسيطه. هنشوف بقى لما يجوا العصابه. عشان لو نصبت عليا هنفخك. طب بقول لك ايه؟ في مصلحه داخلها كمان شويه معايا. راكب. خلاص. نصبايا؟ نصبايا جامده جدا. يلا بينا نركب. عارف المتر. مدير الصاله دي ايه؟ حمار. ماشي. نقلبه في قرشينات ومنفله معايا. معايا. تعالى يلا. انت عادي يا كرشنكوف انت. خلاص اجيب حاجه واجي. كوريا. ايه ده؟ ايه ده يا عوض؟ كوريا. عامل ايه يا عوض حبيبي؟ يالا اخبارك ايه يا بلطجي؟ عامل ايه؟ انت مسكت ربنا فتحها عليك. اه شفت الحمد لله فلوس كتير جبتها. انا باخدها كل يوم بالليل بقى. بجد؟ اه ما انا بتوع عن الناس هنا. جدع يا عوض. انتوا عارفين بعض ولا ايه يا جدعان؟ اه. اه طب بص بقى. ايه يا حبيبي؟ انا لسه جاي من عند الدجال. المزيكا اللي بتعملها في الحانه دي مش هتنفع خالص. ولا هتجيب لك فلوس ولا اي حاجه. انت مجنون. مجنون ايه؟ احسن فرقه في مصر. فرقه ايه؟ انا جايب لك اسطوانه من مستقبل. دي انضف فرقه في مصر. دي اشرف فرقه في مصر. دي اعزف فرقه في مصر. دي انجح فرقه في مصر. دي اجمل فرقه في مصر. دي احلى منك ومن عيلتكم الفرقه دي. دي انضف منك ومن شعرك. يا جماعه انتوا الاثنين متفقين على اللي مختلف معاكم. اسمع مني. مشي الفرقه دي الاسطوانه اللي معايا عليها مزيكا من مستقبل عالميه. بجد؟ اه والله. لا بس اسمع بقى المزيكا دي فرقه عالميه. اسمع الحته دي. طب سمعني. اعزفوا حاجه. سلام الخواجه. يا ابني احسن فرقه في مصر. Thank you.
مصدعين ولا ايه ده؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ رأس ايه؟ رأس ايه؟ اقف عادل. ما ينفعش، الأسطورة بتقول إن الأغنية لازم تكمل. نبع معاك وحتة كده. ركز معايا. ركز. ايه؟ ايه الهبل اللي انت بتعمله ده؟ عايز ايه؟ اسمعك بقى الاسطوانه للمستقبل وشوف الفرق. سمعنا يا حبيبي. وسع. حطها في الجرامافون. ماشي. عندي جرامافون جوه؟ بجد والله. تأثير الحزن من هدومي بقطع زاد ودموع، عمري جرحتي يوم انسان ولو جرحتي قلوبه. اهدى يا ابني خلاص، اهدى يا ابني اهدى. هي ديت المزيكا، هي دي المزيكا. ايه رايك؟ 100 100. الاسطوانه ولا الفرقه؟ اطلعوا بره، اطلعوا بره، اطلعوا بره. بس يا ابني انت وهو مفيش غيرهم. انا عايز البتاع اللي معاك دي، مش عايز دول. هتدفع يعني؟ ادفع كل حاجه. طب اتكل انت على الله. انا همشي، انا هخرج اقلب الرقاصه وبعد كده اطلع في مظاهره ضد الانجليز. هو يا ابني، هو اي حد يمشي في مظاهرات؟ ما انا هقول زي العيال اللي بيقول. هتقول ايه؟ هما بياكلوا حمام وفراخ واحنا الفول دوخنا وداخي وسيك سيك. سيك 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 بالليمون، واللي بحبه جدع مجنوني وسيك سيك. دي مظاهرات دي ولا فرح امك؟ يا موني يا وسيك سيك. امشي. سيك سيك ده مجنون يا حبيبي ده. ركز معايا. وسيك سيك ده ايه؟ ده مجنون يا معلش حبيبي ده ولا ايه؟ هو ساعات بيقول وسيك سيك. امشي اطلع بره. ركز معايا. هتدفع الفلوس في الاسطوانه دي ولا ايه؟ ادفع كل فلوسي. ده انت ده انت عالمي، ده انت احسن من عبد الخليم خافز. عبد الخليم ده اسرائيلي؟ اسرائيلي ايه؟ عبد الخليم خافز المغني الشاب الجديد العالمي. ليه بتقول عبد الخليم؟ عشان انا خواجه. خواجه؟ ايوه. شكلك مصري. قفشتني. انا فعلا مصري بس جاسوس انجليزي. خلي بالك وجاي اجندك في الجيش الانجليزي، عشان واحنا طالعين بالجيش الانجليزي امبارح اتقتل من الجيش واحد، فقلت اخدك معانا اجندك عشان اكمل الجيش ونركب العربيات ونتكل على الله ونرجع. لو هتدفعوا فلوس انا معاكم. تدفع كل حاجه؟ ادفع كل حاجه. انا اللي هدفع، انت اللي هتدفعه. احنا ندفع فلوس؟ ايوه. وانت تبيع كل حاجه؟ ابيع كل حاجه. تبيع بلدك؟ ابيع بلدي. تبيع مصر؟ ابيع مصر. قفشتك يا كلب، انا العقيد شوقي غريب. انت مين؟ العقيد شوقي غريب. ولا العبيد حسام حسن. اهلا وسهلا. شوف شغلك يا حبيبي. هنشوف شغلنا وهنكسب ان شاء الله الماتش الجاي. نتقابل في المرور باذن الله. بقول لك ايه؟ بقول لكم ايه؟ بقول لك ايه؟ اجيب حاجه واجي. يا رب توب عليا من شغلانتي الكازينو دي يا رب. سجاير سجاير اللاكي سترايك سجاير سجاير يا عمده. لا انا بشربش السجاير، السجاير حرام. يعني السجاير حرام والخمره مش حرام؟ دي مش خمره، دي ميه. ومالها الميه؟ ايه الميه دي مش خمره، دي ميه. ايوه ومالها الميه؟ حرام يعني؟ انا ما اعرفش والله. انا مش فاهمه. ايه يا بنتي عطيات، ما تمشي تشوفي شغلك بعيد. الله بيقول لك بيشرب ميه بس. خلاص يا اختي انا مالي. الحقوني الحقوني الحقوني. خبوني خبوني خبوني. يا جدعان انت مالك؟ ايه ده؟ انت ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ انت مش عندك مدرسه الصبح؟ بكره اجازه وبعده اجازه ويوم السبت نجيب بزازه. خبوني خبوني خبوني. مكان. والله ما عايز استخبى، انا اسلم نفسي احسن. خبوني خبوني في اي حته، خبوني. في ايه؟ بتجري من ايه؟ البوليس السياسي بيجري ورايا. ايه ده؟ هو انت من الثوار؟
طب تعالي. تعالي فين؟ لا انا شغاله في الكازينو ده بس عشان خاطر امي واخواتي بس. في ايه؟ انت فهمتيني غلط. تعالي خبيني خبيني. يلا بسرعه يلا. استوب دانت موف، محدش يتحرك، كله يثبت مكانه. كله يثبت مكانه. لا احسن عليا الهرم من ديني. عليا الطلاب الثلاثه، لو ما قلتوا فين السوار لا شعباتكم من رجليكم. في ايه يا حضره الظابط؟ انت مين يالا؟ انا العبد لله اللي ذبح المعيز ورماه، واي بنت قصيره تتمناه. انت في سنه كام؟ انت ايه عايز ايه؟ انا عمده. انت العمده؟ ايوه. امشي امشي يا حمار. الله يسلمك. ايه ده؟ ده ايه يا حضره الظابط؟ مالك متعصب كده ليه؟ في ايه؟ الله. بس يا بنت انت ما تقصيش ما تقصيش، عشان احنا نهب نسوان مصريين قذرين مهلبيه. في ايه يا حضره الظابط؟ مالك؟ قول لي نفسك في ايه وانا اعمله لك. يا بنت بس يا بنت ما تطلي مرقعه، عشان احنا في الشغل دلوقتي. انت انت عايز ايه وانا هعمله حالا؟ انا ادور على سوار تعملي عليا الطلاق، اضرب ورقتين عرف ناو. يلا يلا والنبي يلا. يلا ايه؟ يلا انت اللي قدامي غرف ده. امشي. ايه ده؟ امشي. هتجننوني يا جوني. ايوه يا حضره الزوج. اتفضلي يا قمر. تعرف ان انا فيها عرق انجليزي؟ لا ده مش عرق انجليزي، ده عرق سوس. يلا يا معفنه. قال يعني بتتمرقع قوي؟ في واحد يتمرقع كده؟ مالك يا خواجه بتزعق عليه وعامل جلبه؟ انت من السوار؟ لا انا من الابوار. يا مسكر من الابوار. ايه ده بس كده يا خواجه؟ ليه ليه انت ممتعد؟ ممتعد؟ شكلك مثقف هتفهمني. يس انت يس انت تتكلم انجليزي؟ يس. يبقى انت تفهمني. يس. اقول لك على كلمه انجليزي تحطها في جمله وده اختبار. يس. كات كات هنيله اللي عايزه خلق. برافو. شاطر انا؟ شاطر جدا. تتكلم انجليزي؟ طب انا بقى هختبرك بقى. تختبرني انا؟ عشان اشوف انت انجليزي مؤصل ولا كده وكده. اوكي اختبرني. كلمه احطها في جمله. قول. رد من حبيبي انا، رد عليا وقول. ده انا صايع اعجبك. لا ده انت طلعت فعلا حريف. ايوه احنا نبقى اصحاب بقى. ايوه احنا اصحاب. تعالى بقى نقعد مع بعض وسيبك من السوار. يلعن ابو السوار. تعالى بقى نقطع سوارتين كده ونفرفش. هي ساعه الحظ تتعوض. ايوه بقى. دق يا مزيكا. السبابة كارا، الملعونة كارا، هسستها تا، هسستها تا، فطارت ثم طارت السبابة الملعونة. انت يا ست انت. نعم انت يا ست انت. ترفي فين السوار؟ خرجوا من الباب اللي ورا. فطارت ثم طارت السبابة الملعونة. بس خلاص. السبابة الملعونة. السبابة. انت يا حبيبي، انت يا بابا، انت يا ابني بتاع الدبان. انت احنا لسه منظفين ومسحين، وكان جاي تملى امه دبان تاني. في ايه؟ انا اسف حبيبي، ما تزعلش مني. ايه ده؟ انت شكلك ظابط انجليزي يا ابن اللعيبه. قفشتك. قفشتني. عرفت منين ان انا ظابط انجليزي؟ عشان لما دخلت دخلت من الشمال لليمين. يا ابن الذكيه. تعرف انا كمان انجليزي. انت انجليزي؟ ومن انجلترا. من انجلترا؟ انت من انجلترا؟ انا من انجلترا. منين من انجلترا؟ من الارسنال. الله، انت من الارسنال؟ منين في الارسنال؟ من عند مستشفى ام البريطانيين. يا لهوي، ده انت جاري بقى. ايه ده؟ وانت ساكن فين؟ في تشيلسي. فين في تشيلسي؟ في نص الملعب. ده احنا جيران خالص. طبعا. ده انت الواد اللي كنت بتعمل حمامة على سور نادي مانشستر سيتي؟ ايوه انا. ايه ده؟ ايه ده؟ انت كاريوكي اللي كنت معايا في مدرسة ابن هلدون الثانوية؟ ايوه حبيبي. صاحبي. صاحبي. خش في حضن اخوك يا صاحبي. لا يا صاحبي، اخاف اخش في حضنك اوسخ البدلة الوسخة اللي انت لابسها. انت صاحبي. وانا صاحبك. سلام سلام يا صاحبي. سلام سلام. هجيب حاجة وين؟
السبابة الملعونة وهستها هسستها. انت ازاي تسيبهم يمشوا كده؟ الانجليز دول لازم دمهم يسيح على الارض. كان بيودي والله اقتلهم بس القتل حرام. يعني ايه القتل حرام؟ ما الصور بيقتلوا. لا انا بروح معاهم احط الديناميت واوصل السلك واظبط الريسيفر وبمشي الحمد لله. ياه انت الجندي المجهول؟ اه طريق النصر. انا مملون لك كتير قوي انك ما ابلغتيش عني اعداء الوطن الوحشين. ليه هو في مكافاه؟ لا. طب ابلغ عنك ليه؟ عشان انا شغاله في كازينو. انا شغاله هنا والله عشان خاطر امي واخواتي الصغيرين. اخواتي مش بيلاقوا اكل وافضل اشتغل طول النهار والليل عشان اجيب لهم اكل وانا مروحه بالليل. معلش والله مش معايا فكه. ربنا يسهل ربنا يسهل. انا ما بشحتش انا ببيع سجاير. لا بتشحتي. بص الوش ده شفتيه فين من اربع ايام؟ الاشاره عند عمر افندي. اشتريت مني علبتين سجاير واتنين دوريتوس واديتك الباقي شفقه. وتديني الباقي شفقه ليه؟ انت عرفت ان انا شغاله في كازينو؟ انا شغاله هنا عشان خاطر امي واخواتي الصغيرين. اعمل ايه طيب يا ستي؟ في ايه؟ انت بتقولي نفس الكلام. في ايه؟ امال انا عايزك معانا في الثوار. انا شايفك معانا بذره. بجد؟ ايوه. هنضم للثوار؟ ياه طول عمري كان نفسي انضم للثوار واتنكر وابقى شبهك. لا ده انا وشي كده. انا مش متنكر ولا حاجه. بجد؟ ايوه انا مش متنكر. سبحان الله. انت هتبقي معانا من الثوار وهتعملي عمليات كتيره. ماشي ماشي. وهيجي واحد يقول لك على كلمه السر. اللي هي ايه بقى؟ حكوره. حكوره اوعي تنسيها. لا مش هنساها. حكوره. عارفه هتعملي ايه تاني؟ هو الراجل هيديني ايه اصلا؟ الواد ده هيبقى معاه شنطه. فيها الشنطه إيه؟ دي فيها منشورات. تمام. هتاخديها منه وتجيبيها وتجيلي على جنينه الازبكيه. لا انا ما اروحش جنينه الازبكيه ابدا. انا شريفه. انا شغاله في الكازينو ده عشان خاطر امي. عارف عشان خاطر امك وعيالك العيانين. امال عايزه تقابليني فين؟ هاجي لك البيت طبعا. الله ده الحلو. طب بقى ووقع. يلا سلام. انت وقعت من زمان بقى. ما تقول لنا حاجه كده. واما الان مع اولى فقرات الكباريه مع الراقصه الفظيعه اللولبيه بديعه مصابني ورب العرش نجاني. بس يا بنت شويه. ايوه يلا يا تياتروما. تياتروما. معلش مفيش زباين النهارده يا حبيبتي عشان بس اجازه. احسن. انا مش عايزه حد النهارده. النهارده جاي لي خليل باشا ابن عم البلد. وخليل باشا عايز له سهره خصوصي. يا سيدي يا سيدي على الضحكه اللي جايه من درس العقل. الله الله عليكي. ده انت اللوز هتنط من بقى. مش عايزة عملية. مش محتاجة مجهود. خش تتحكي. خش اجيبها وامشي. قوم شايفه قوم. يا لهوي حلوة حلوة بديعة دي. بطل غلبة. فين العمدة يا كرياكو؟ امشيه ولا سيبه؟ لا خليه. خليل باشا بيزعل لما يجي يلاقي الصالة فاضية. بيقول انت كده بتقطعي برزقك يا بديعة. اصل هو راجل ديمقراطي. ما تلاقيش خلاص. راجل ايه يا ست بديعة؟ ديمقراطي. اسمها ديمقراطي مش ديمقراطي يا ست بديعة. لما انت متنورة قوي كده. اللي رمك على الشغلانة دي؟ انا شغالة في الكازينو ده عشان خاطر امي واخواتي الصغيرين. امي اتعمت من مكنة الخياط واخواتي اتيتموا وابويا اتشل وعمي. عمي اتحرق وخلي النار مسكت فيه. وسواق التاكسي مات. وسواق التاكسي مات. والعمارة وقعت. والعمارة وقعت. بس كفاية انت وهي. الاسطوانة المشروخة دي سمعتها كتير.
وبتسمعيها ازاي وهي مشروخه؟ فهميني لمناصح. ايه تكر انت على الله. ماشي ناصح وحشتني. بقول لك ايه يا بديعة؟ قول يا حبيبي. ما تيجي معايا اوديكي 36 قرش. اقصى عليك 36 قرش بس و3 مليم. خدي مش عايز حاجه. حلو. مش هعبرك. هتتنطط علينا عشان غنيت اغنيتين؟ امال لو بيضيتي شويه. ما بقاش غيرك انت يا سويد الكلب اللي يتريق عليا. انا سويد الكلب يا سويد القطه؟ انت عارف انت بتكلم مين؟ مين؟ انا بديعه. بديعه والاجر على الله. بديعه؟ اموت واعرف ايه الابداع في ده. ده انا على كده رائع بقى.